لقطه مؤمن، وهتكلم معاك على لقطه احمد فتحي. اكيد بس انا ماتش الطلاع فيه كذا وقفه الحقيقه، ماشي يعني في في في, في, في ختام الدوري هنتكلم ماشي. كتير طيب الدوري ده انا من وجهه نظري بسميه دوري محمد الشناوي، وقلت كده قبل كده كذا مره. محمد الشناوي كان ليه تدخلات في المباريات قلبت نتيجه المباريات كتير جدا جدا، اكتر من 9 مباريات تصديات لمحمد الشناوي تقلب نتيجه المباراه من خساره 1-0 لمكسب 1-0، ومن تعادل 1-1 لمكسب 2-0 و3-0. فاعتقد الدوري ده من وجهه نظري محمد الشناوي يعني يسجل باسمه ان شاء الله. بطوله افريقيا اللي جايه هتتسجل باسم هو الحقيقه ليه بصمه كبيره جدا السيزون ده، وفي ناس كتير على فكره في اصوات يعني سمت الشناوي مش يعني مش بس افضل حارس مرمى، في ناس اختارته انه افضل لاعب في الموسم الحالي من دوري المصري، وان شاء الله يعني يكون سبب رئيسي في مكسبنا. انت حارس مرمى متميز جدا ومتمكن جدا، وبالتاكيد ليك نظره في يعني خليني اقول ايه، بسم الله ما شاء الله طبعا يعني ربنا يحميه ويحفظه، بس في تطور وفي ثبات كبير جدا في مستوى الشناوي. يعني الشناوي راح كاس العالم روسيا كان ما شاء الله ولا اروع، ورجع يعني كتير يقول لك والله حافظ على مستواه، لا الشناوي عنده قدره على انه يطور من مستواه، وبنشوف كل يوم شناوي في حته احسن من اللي قبلها. ده يانكون ميشيل ولا ده عقليه الشناوي، ولا بتشوفها ازاي كحارس مرمى؟ اولا يانكون ميشيل ليه دور ايجابي جدا جدا جدا، مش عايز اغفل حق كابتن طارق سليمان، مش عايز اغفل حق كابتن احمد ناجي، ايوه تمام، مش عايز اغفل حقي. لما الشناوي مشي وكان احمد عادل عبد المنعم موجود، راح الجيش سنه، الشناوي حي يرزق، كنت مع يعني ضيف مع كابتن شوبير في احد البرامج، قلت لهم ده هيبقى احسن جون في مصر، الشناوي حي يرزق ويسال على هذا الكلام، واتصل بيا وهناني وشكرني على الكلام ده. بس فعلا الولد من يومه امكانياته كويسه جدا، الاهم انه بيشتغل على النواقص. ايوه بمعنى كان ينقصه مثلا دراعاته، اشتغل عليها كويس جدا. كان ينقصه القرار بتاعه، ابتدى يهدي نفسه في القرار شويه. قراره كان دايما متسرع. كان ينقصه الثبات الانفعالي، بقى عنده ثبات انفعالي قوي جدا. فالشناوي كل شويه لما بيظهر له حاجه بيزودها، بيشتغل عليها عشان يزودها، فيطلع في المجمل حاجه جميله.